ليبوتيز دو بروكلي خلاتنا واحد المشكل شويه كبير، هو انه كيف ما قلنا بلي الالكترون كيتحرك على شكل موجه، يعني على شكل اوند. دونك حنا كنعرفوا بلي انه دابا ملي عرفنا بلي الالكترون كيتحرك على شكل اوند، ميمكنناش ندرسو بحال كنا كندرسو في ميكانيك دي بوان، يعني نديرو واحد فيكتور دو بوزيسيون في ميكانيك دي بوان. الا عرفنا فيكتور دو بوزيسيون ديال شي حاجه كنعرفو عليها جميع المعلومات، الفيتاس، لاكسيليراسيون، لينيرجي، لينيرجي بوتونسيال، لينيرجي سينيتيك، يمكننا نخرجوا جميع المعلومات. هاد الفيكتور دو بوزيسيون ميمكنش نطبقو على الالكترون، لحقاش الالكترون كيتحركش على شكل بارتي، كيتحرك على شكل اوند. دونك هاد المفهوم ديال الفيكتور دو بوزيسيون نعوضوه بشي حاجه جديده، هي فونكسيون دوند. هاد الفونكسيون دوند هي المرادف ديال لاكارت ناسيونال ديال الانسان. اي انسان بالغ تقريبا عنده لاكارت ناسيونال فيها تاريخ الصديه ديالو، السكنه، الخدمه ديالو، يعني كيلقاو فيها لي كوردوني ديالو كاملين. الالكتروني كيتحرك الالكترون، لاكارت ناسيونال ديال الالكترون هي فونكسيون دون. هاد الفونكسيون دون كتجبدوها من واحد ليكواسيون مشهوره بزاف كتسمى ايكواسيون دو شرودينغر. هاد ليكواسيون دو شرودينغر نتوما ماشي في النيفو باش تفهموها، هادشي تعمقوا فيه اكثر حتى لدوزيام اني وتروازيام اني. دونك حنا ندوزو على غير مرور الكرام. دونك اللي كيهمنا حنا هو انه هي لا فونكسيون دونت. دونك هاد فونكسيون دونت كتميز بواحد ثلاثه ديال الارقام هما ان ال ام. هاد ان ال ام كيتسموا لي نومبر كوانتيك. دونك حنا نشوفوهم دابا ونشوفوهم لاش كيصلحوا. دونك كاين ربعه ديال لي نومبر كوانتيك هما ان ال ام اس. نومبر كوانتيك الاول اللي هو نومبر كوانتيك برينسيبال ديجا هضرنا عليه في سبيكتر ديميسيون و مودول دو بور. دونك دابا نزيدو هما لي نوطاسيون. دونك بالنسبه لانتيغرال 1 كنسميوها نيفو ك، انتيغرال 2 نيفو ال، انتيغرال 3 نيفو ام، ان او بي. دونك نومبر كوانتيك لي جديد لي زدناه هو نومبر كوانتيك سكوندير او بيان نومبر كوانتيك اوربيتال. هاد القضيه ديال الاوربيتال غنفهموها دابا. اش سمينا اوربيتال؟ عندها واحد السينيفيكاسيون عميقه بزاف. دونك نومبر كوانتيك اوربيتال كيكون هو القيم المحصوره ما بين 0 و ان موانز 1. مثلا بالنسبه للانتيغرال 1 ال يكون محصور ما بين 0 و ان موانز 1، هي 1 ناقص 1 دونك هي 0، دونك ياخذ القيمه انتيغرال 0. بالنسبه للانتيغرال 2 دونك هي القيم محصوره ما بين 0 و 2 موانز 1 هي 1، دونك ياخذ قيم 0 و 1. بالنسبه للانتيغرال 3 دونك هي 3 موان 2، دونك القيم محصوره ما بين 0 و 2، دونك ياخذ قيم 0 1 جوج. والامر الثاني اللي خصنا نعرفوه هما لي نوطاسيون ديال لي نومبر كوانتيك اوربيتال. دونك ال تيغال 0 كنسميوه اس، ال تيغال 1 كنسميوه بي، ال تيغال 2 كنسميوه تي. هادو غير سميات، سميات عاديين وصافي. دونك دابا كيبقى السؤال هو شنو هو نومبر كوانتيك سكوندير واش كيعني في الواقع. باش نفهم واش كيعني في الواقع ناخذ واحد المثال بسيط. ناخذ واحد العماره، عماره فيها لي زيطاج، الايطاج الاول الثاني الثالث. لي زيطاج هما لي نومبر كوانتيك ان، بحال كانتيغال 1 هادو هو ليطاج الاول، انتيغال 2 ليطاج الثاني، انتيغال 3 هو ليطاج الثالث، انتيغال 4 هو ليطاج الرابع. دونك حنا كنعرفو بلي كل ايطاج فيه بزاف ديال الديور. دونك بالنسبه لانتيغال 1 كاين غير ال واحد هو 0، دونك يعني كاين غير دار وحده تسميوها اس. فوالا. بالنسبه لانتيغال 2 كاين التيغال 0 التيغال 1، 0 هو اس و انتيغال بي، يعني كاين اس و كاين بي، يعني كاين جوج ديور دار اس و دار بي. هنا مكاينش هادي خاوية. دونك بالنسبة لانتيغال 3 كاين اس و كاين بي و كاين تي، 0 و 1 جوج. دونك كتكون دار اس دار بي دار تي، هادا تكون خاوية. دونك الفكرة ديال العمارة هي نيت غنطبقوها على لاطوم. دونك قبل ما نهضروا على النيفو انرجيتيك ولاش كيصلحوا هاد ال، دونك نشوف واحد القضيه قلت لكم قبيله بلي انه دونك قلنا بلي الا كان ال كيساوي 0 كنسميوه اس، الا كان ال كيساوي 1 كنسميوه بي وكذلك. المهم واحد القضيه قبل ما نبداو، دونك اس هو واحد الاوربيتال سفيريك يعني داير بحال الكره على شكل صفار، و بي واحد الاوربيتال على شكل اليبس او بيان دو لوب داير بحال اليبس. فوالا دونك هذا اس وهذا بي. دونك نشوفوا هاد الشيء، هاد الافكار اللي شفناهم حد الان دابا نحاولوا نطبقوهم ونشوفوا واش كيعني في الواقع ديال لاطون. دونك بالنسبه لانتيغال 1 عندنا التيغال 0، يعني عندنا غير دار وحده، يعني عندنا غير نيفو واحد. دونك هنا يكون عندنا غير نيفو واحد
ال تيكال زيرو هو اس، يعني لوربيتال ديالنا غيكون على شكل صفير، يعني بحال شي كرة، يعني بحال شي كرة 3 ديمونسيال. حاولوا تخيلوها 3 ديمونسيال، دونك حاولوا تخيلوا كرة 3 ديمونسيال، دونك لي زيليكترون كيدورو وسط هاد الكرة، يعني ماشي كيدورو بحال موديل دوبور كيدورو بحال كدور الارض على الشمس، كيدورو في وسط ديك الكرة، يعني يقدر يكون هنا يقدر يكون على برا، المهم وسط ديك الكرة وصافي. نياج الكترونيك يكون على شكل كرة. دونك هنا الفكرة ما تبدلاتش بزاف، هنا فين عتبان الفكرة ديالنا ديال العمارة اللي شفنا قبيلة، عتبان هنا في انتيغالا دو. دونك انتيغالا دو كاينة جوج ديال لي نومبر كوانتيك ال، كاينة زيرو وواحد. قلنا بلي حنا بلي ال تيغالا زيرو هو كيكون على شكل صفر، دونك هنا تكون صفر. دونك هنا عندنا نوايو، دونك ال تيغالا زيرو يكون على شكل صفر اللي هو اس. ال تيغالا ان هنا هادي الفكرة الجديدة، دونك ال تيغالا ان غيكون على شكل لوب، دونك هنا يكون اوربيتال اخر على شكل لوب ديال بحال هكا. دونك هنا الفكره ديال البور خدات ضرب القضيه. بورش قال لنا بور قال لنا باللي زيليكترون كيتواجدوا غير في نيفو انرجيتيك انتيغال 1 انتيغال 2 انتيغال 3، يعني بلي هذا هو النويو والالكترون كيدوروا غير في نيفو انرجيتيك. هاك الالكترون يدور هنا ولا يدور هنا. دونك هنا شنو لاحظنا بالنيفو في موديل كوانتي؟ لاحظنا بانه في النيفو انتيغال 2 الالكترون قد يدور على الصفر، يقدر يكون في الصفر، يقدر يدور غير هنا في هذا اللوب، هذا على شكل اوربيتال. دونك هذه الصفر الاولى اللي هي اس، دونك غادي نسميوها حنا اس، هذا اوربيتال خاص بالالكترون وهذا كذلك اوربيتال، يعني وسط نيفو واحد كاينه جوج ديال لي زوربيتال. هذه الفكره القويه ديال الميكانيك كوانتيك.